في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم نحكيه باسكيت ونستقبل اللاعب الدولي التونسي مكرم برمضاني. تم اختياره البارح من موقع فيبا ضمن احسن 10 ملاعبية في العشرية الاخيرة في القارة الافريقية. معنا مكرم، اكيد باش يحكي لنا اكثر على التتويج هذا. مكرم اهلا بك. اهلا بك، عسلامة، ميرسي على الاتصال. مرحبا بك. دونك اكيد تشريف كبير ليك مكرم ولينا كتوانسة اختيارك في الموقع هذا من قبل الموقع الاتحاد الافريقي لكرة السلة. سي حاجة باهية على الآخر تقعد في البالماريس، ماش حاجة سهلة الحقيقة. واحد عنده عوام مع المنتخب وتعدينا بالظروف كل مع المنتخب والتتويجات والفرحة وكل شيء، دونك حاجة معناتها نقول احنا تيتر مسني على الآخر اللي معناتها واحد الحمد لله معناتها عنده سمعة باهية وعمل حاجة في الباسكيت في تونس في العرب وتوا الحمد لله في الأفريق، دونك فرحان فرحان على الآخر بالريكومبونس هذه اللي جات. وما دي تأكد كان اللي احنا معناتها في الباسكيت وصلنا في نيفو معين اللي يشرف تونس ويشرف كرة السلة التونسية. استنيتها مكرم ولا كانت مفاجأة شوي؟ والله مفاجأة الساعة خاطر توا نزلت كي روحتني من فرنسا. اي. والحقيقة توا بريد دو فاكونس واحد خرجت في بالي معناتها باش نعوم واحد نقعد عباد تكلم فيه عباد تبارك لي فهمتني؟ اي. دونك ما كانش حتى عندي علم بها الحقيقة، دونك حاجة كبيرة بالنسبة لي يعني. دونك فرحت على الآخر وفرحت عائلتي. وفرحة أصحاب وشفت معناتها برشا عبيد معناتها كلمتني وهنيتني معناتها حاجة اللي زادت معناتها يمكن أثرت فيها أكثر اللي الناس الكل كلموني حتى من اللي زيكيب لعبت فيهم البرة اللي زيكيب حتى اللي لعبت فيهم البرة الناس الكل بارتاجيت على سيت أوفيسيال تاع الكلوب والناس الكل كانوا فيها حتى معناتها اللي زيكيب لعبت فيهم سواء في فرنسا في لبنان في مصر، دونك حسيتها حاجة كبيرة على الآخر هذاك علاش. ظهر لي تلت 10 سنوات معناها تلت مسيرتك الكل خلينا نقولوا مكرم انت 31 ظهر لي توا ملي 21 عام معناتها مسيرتك الكل الدولية ظهر لي ضمن أحسن 10 ملاعبية مع ملاعبية تلعب في الـ NBA مع ملاعبية تلعب في نيفو عالي، ظهر لي حاجة نفتخروا بها كتوانسة هكا ولا؟ وي سي الحمد لله توا بريسك عندي أكثر من 12 عام في المنتخب، كما قلت لك حصلنا مرتين على بطولة أفريقيا، خسرنا مرة بطولة افريقيا في تونس لهنا، تعدينا بجوز كأس عالم العاب اولمبية، دونك الحقيقة نقول احنا خلينا نقول في 10 سنين الاخرين تونس غيرت مجرى كرة السلة في القارة الافريقية. قبل كان فما اسمه وحش اسمه انغولا، كان هو مسيطر كان هو مهيمن، ترى كان معناتها في الاسامي نتاع اللاعبين في انغولا، ترى كان معناتها الفريق هذاك هو اللي يهز في التتويجات هو اللي ياخذ في الريكومبونس الكل. توا الحمد لله معناتها احنا ال 10 سنين الاخرين غيرنا العقلية هذه ولا ثم منافسة أكثر في القارة الأفريقية، دخلت فيها وروحنا المغرب والسنغال ونيجيريا. أما باش تفرض أنت هيمنة نتاعك لمدة 10 سنين وتخلي الناس الطوالي الكل تقدرك وفما نقولوا احنا الهيبة نتاع كرة السلة التونسية حاجة ماهيش سهلة. وكما قلت لك قبل 10 سنين هذوما ما كناش معروفين على شيء المونديال معناتها تو ولينا نمشيو العباد تعرفنا كي نمشيو نلعبوا كاس العالم ولا العاب اولمبيه نلعبوا ضد ديزيكيب قويين برشا، دونك الحمد لله حاجه بنيتها ظهر لي نقولوا احنا الايماج هذه بنيتها كيب كامله وبنيتها جينيراسيون كامله ودي زونترنور كبار، دونك تجيك حاجه كيما هذه تفرحك على الاخر تقول ما التعب اللي خدمناه والتضحيات اللي عملناهم ما مشاوش حرام. باهي مكرم، ظهر لي انا كي تشوف روحك في الصفوه نتاع اللاعبيه هذم وحتى انا معناها ديما انت موجودك منتظم مع المنتخب ديما تقريبا من احسن اللاعبيه كان مش احسن لاعب ديما في التظاهرات الكل، ما تشوفش مكرم كنت نجم تعمل مسيره افضل معناها نشوفك في كيبيت ما خير برشا معناها من اللي لعبت فيهم؟ والله شو كل واحد يذكر كان اللي كاتب له راه ما انا الحمد لله فرحان على الاخر وساتيسفي بالكارير اللي عملها ومازلت نكمل فيها، دونك نخدم نفس الطريقه الحمد لله ما مانيش مقصر مع روحي في حتى شيء، نخدم ساعات كره فيها زهرات وفيها نقول احنا دي شوا ساعات تاخذهم باهين ساعات تاخذهم غالطين، مانيش ندم على حتى شيء الحمد لله معناتها تو بور لو مومون ساتيسفي معناتها مانيش طالب حاجه اكبر منك من عند ربي معناتها الحمد لله، المهم واحد صحته لاباس ومازال يلعب قولوا احنا مخوة فوق كتفاته واحد، دونك ما عنديش علاش نقول يا ريتني مشيت بلاصه ما خير ولا نستحق ما خير، ظهر لي اللي علي عملته ما عرفتش كيفاش نفسر لك معناتها على اساس مانيش الحمد لله وكاو كيما قلت لك اي باهي موافقني ولا على الاقل مكرم هذيك هي باهي موافقني ولا على الاقل مكرم موافقك يمكن موافقك اما شو انا نعرف روحي ما قصرتش مع كره السله معناتها اللي نجم نعطيه اعطيته ساعات تمشي معاك ساعات ما تمشيش معاك ساعات تمشي تاخذ شوا باهين ساعات تاخذ شوا غالطين مي الحمد لله معناتها ظهر لي اللي عامله مكرم برمضان في كرة السلة التونسية مانيش نحكي عليه توا عشان ماما يقعد مسجل في التاريخ وكا هذاك هو البلوز امبورتون بالنسبة لي يعني باش اللي الجينيراسيون اللي تجي تبني من بعد ما تلقى حاجة وما تلقى حاجة سوليد تلقى فما تاريخ لكرة السلة التونسية تلقى فما اسامي
اللي يخليهم نكونوا احنا نقولوا احنا سورس دو موتيفاسيون لهم هما كاو. باهي خلينا بعد بيك شويه على التتويج هذا وعلى المنتخب، شنو هي امورك في جامعتك؟ والله الحمد لله الشامبيونات نتاعنا في فرنسا وقفت مش كما في البلدان الاخرين وقفت الحقيقه خاطر الاسباب تاع الكورونا واحد. قعدنا برسك 3 موا واقفين سون دونترينمون، من الاول في بالنا معناتها باش تقفل الجمعه جمعتين ونرجعوا نلعبوا. الامور تعكرت شويه في فرنسا دونك خذينا اكثر ريبو من اللازم، وليزيكيت معناتها ليزيكيت كانوا كونتر الرجعه نتاع السنة دونك ايزون ايدي الشامبيونات السنة باش يعملوا كوحنا كل فورمول يربطوا ما بين الشامبيونات نتاع عامنا والسنة. يرجعوا ديسي دو موا دونك كيما قلت لك معناتها كملت العقد نتاعي توا رحت لتونس باش نعمل شويه معناتها ناخذ طرف راحه وفاكونس وميم تو نحكي مع ليزاجون نتاعي ونشوف شنو هي الوجهه القادمه نتاعي، اسكو نقعد في فرنسا، اسكو نغير الفريق، اسكو نمشي ليكيب اخرى، اسكو نبدل البطوله كاريمون. دونك مازلت ما نعرفش الحقيقه، توا قاعد اون نيغوسياسيون مع ليزاجون نتاعي ونستنى في الوجهه القادمه ان شاء الله شنو هي. يعطينا حاجه شنو هي الاقرب وين تشوف روحك العام الجاي؟ والله ما نجم نعطيك معناتها حتى معلومه ساعه خاطر ما عندي حتى شيء نقول احنا موثق معناتها توا فما حاجات فما عروض اما مازلت ما نجمش نمشي نصح مع كيف ومازالوا فما برشا حاجات مازالوا في القدام دونك ما عندي نجم نكون في الاوروب نجم نقعد في فرنسا نجم نبدل كاريمون البطوله نجم نمشي البرتغال نجم نمشي لايطاليا نجم نمشي لتركيا مازلت ما عنديش نقول احنا الوجهه 100% واضحه فهمتني فما زاد حتى بلدان عربيه كبيره قاعده تتكلم فيها وياها دونك ما زلت الحقيقه نشوف في احسن معرض هنا باش يجيني باش من بعد نجم ناخذ ديسيزيون. اي نحبوا خطوه لقدام انت سنه في ديفيزيون 2 العام الجاي فما حاجه ديفيزيون الاولى فما عروض منها ولا فما عروض اما قلت لك فما عروض اما العرض راه ندرسه بطريقه مختلفه ما يهمنيش نلعب في ديفيزيون 2 ولا 1 ولا 2 المهم العرض اللي باش ناخذه يكون مقتنع به انا في كره السله ومقتنع به ماديا ومقتنع به في كل شيء دونك بالنسبه لي باش نلعب في بطوله معناتها ايا كان في بطوله اوروبا ولا في اي بلاد ما عنديش مشكله المهم قاعد نلعب في الرياضه اللي نحب فيها وقاعد نعمل في جو نحس في روحي ساتيسفي مرتاح في مخي كاني مش مرتاح في مخي وباش نمشي نلعب في اقوى بطولات تلقاني مثلا مش مرتاح وما نلعبش ولا عندي مشاكل مع الفريزيكيب ولا عندي مشاكل مع الانترنور دونك جي بريفير با نقعد في ايكيب فيها مشاكل دونك ديما كي ناخذ العرض نتاعي ناخذ العرض اللي يناسبني يعني باش نبدا فيه حتى نفسانيا مرتاح ونقى ستيل دو جو نتاعي ونقى لعبي دونك انا قلت لك ديما نيغوسياسيون تقع ما بيني وبين لاجون باش ناخذ الحل اللي راه يعني يرتحني نفسانيا ويرتحني رياضيا نلقى روحي معناتها ايكيليبري في السبور وفي العيشه نتاعي وفي كل شيء. صحيح العوده لتونس مطروحه ولا مازلت ما نعرفش؟ لا تو بور لو مومون الحقيقه صعيب برشا العوده لتونس فما برشا ديزيكيب قاعدين يكلموا فيها واحد مي يعني تو بور لو مومون عندي في مخي فيتور نقعد في نلعب البرا ان شاء الله. مراد مبروك مثلا نعمل شوا نتاع باش يكمل سيزون في الزهره باش ما يقعدش قاعد تنجم تخمم في حاجه كيما هكا انت تكمل سيزون في تونس ولا صعيب زاد؟ والله صعيب راهو القرار ما نجمش ناخذه وحدي ناخذه مع ليزاجون تاعي وتوا بور لو مومون كيما قلت لك معناتها قاعد شهر راحه وقاعد نترنى فيه معناتها نحضر في روحي كمان السيزون جاي مي الشامبيونات في تونس مازالها معناتها مازالها ديمي فينال و اي صحيح وفينال ما نجمش معناتها نصحح مع حتى كيب في تونس خاطر القانون ما يسمحلناش معناتها نورمالمون فهمتني سينو الحقيقه ما نحبش نولي معناتها ما عملني من كاس العالم ما ارتحتش ما خديتش فتره راحه من كاس العالم تعديت ديريكت الاكيب نتاعي في فرنسا عملت البريباراسيون وبرشا ضغط وبرشا بريسيون وبرشا خدمه وتوا بالبريود نتاع الكونفينمون ما تعرف انسان رياضي يقعد ثلاث شهور ما يترناش ولا اربع شهور ما يترناش حاجه خايبه على الاخر دونك توا قعدت انا الحقيقه مع معناتها نقول احنا مع كوتش بريفي باسكيت وكوتش بريباراتور فيزيك زاد بريفي لهنا في سوسة بريود تاع خدمه نتاع 30 يوم ان شاء الله باش نحضر روحي للموسم القادم باش نبداني حاضر 100% باش حتى كي تمشي تلعب في كي تلقى روحك فيزيكمون حاضر ومونتالمون حاضر. اي تدخل انت وقايه راحه تو تبحير وكامبين كما قلت لي انت قبيلك والله صحيح هاي وقايه راحه هكا واحد يكتشف في تونس ما يعرفهاش اوكا اوكا واحد يرتاح اما ميم تو واحد يقعد يخدم باش ما يضيعش الفيزيك وباش ما يخوش معناتها بوا زايد واحد وكما قلت لك اكثر حاجه هي السيكولوجيك معناتها عندي برشا عوام ما ارتحتش في الصيف ديما مع المنتخب نكمل مع ليكيب نتاعي من با ناخذ من با سبع ايام ثلاث اربع ايام ونرجع مع المنتخب دونك حسيت بدني ومخي تعب شويه دونك قلت الصيف هذا الحقيقه باش نروح نرتاح ناخذ فيه شهر ونص راحه ونقعد كمان نخدم فيه فيزيكمون وبعد يعمل الله مازال بكري والله حتى تو نحكي مع ليزاجون نتاعي حتى في العروض ماهيش قاعد نيغوسي كوم الفو خاطر ما نحبش ندخل في البول نتاع البريسيون اذا واحد يخمم برشا وما يجيش النوم دونك قلت له خليني نرتاح شويه نفهم روحي وبعد نأخذ ديسيزيون ان شاء الله اللي راه
صالحة المكرم برمضان واللي صالحة لي هو دي. وأكيد راحة مستحقة تستحقها مكرم برمضان بعد السنين الطويلة اللي قضيتها مع المنتخب، أكيد إضافة كبيرة ليك، بالتوفيق ليك في بقية مشوارك مكرم. ميرسي عايشك، بارك الله فيك. دونك مكرم برمضان وصلوا لنهاية حصتنا اليوم في البلاي، أكيد ملتقانا غدوة في نفس التوقيت ديما من 9 ل5 على إكسبريس اف ام. شكرا على باشا ومانيل سيسي في الإخراج، شكرا ناصر السكري أمن لكم اللايف ستريمينج، نتقابلوا كما قلت غدوة، أجمل تحيات.